خلينا هنا نروح على مصادقة سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022. طيب بشأن إيه؟ بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ده اسم الصندوق سابقا بقانون رقم 200 لسنة 2020. حصل تغيير. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو قل ما بين قوسين قادرون بامتياز. أهلا بك يا دكتور إيمان. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. وتغير اسم الصندوق من هنا ورايح. الصندوق بقى اسمه قادرون باختلاف، ولكن داخل القانون كل البنود بتاعته وكل الاختصاصات بتحتفظ طبعا بالمسمى الأشخاص ذوي الإعاقة علشان التوصيف الدقيق. بالظبط، لان دي الاتفاقيه الدوليه والامم المتحده اللي احنا صدقنا عليها، فاحنا ملتزمين بيها لصالح الاشخاص ذوي الاعاقه وحقوقهم، يعني عشان نحصل على حقوق يعني. طيب ايه التعديلات اللي صدرت على هذا القانون او تعديل احكام هذا القانون تحديدا؟ هو التعديل اللي انا بشوفه هو اكبر مكتسب، وهو ان الصندوق اصبح تحت رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو رئيس مجلس الامناء، وده انا بشوفه مكسب سياسي وبعد سياسي هام جدا، ويدل على ان الدعم بيجي مباشر من القياده السياسيه، وده معناه ان احنا هنقفز خطوات كبيره جدا فيه من الاستفاده من هذا الصندوق. صندوق تم طبعا انشاؤه رسميا بقرار من بزار القانون في مجلس النواب امبارح، واحنا طبعا المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي انا امثله الحقيقه اكثر الناس سعاده بهذا القانون، لان احنا من بدايه اعلان الرئيس السنه اللي فاتت في الاحتفاليه في اليوم العالمي للاعاقه بانشاء الصندوق، واحنا بنعكف على وجودنا مع مجلس النواب علشان اجراءات اصدار القانون. احنا كنا موجودين في كل المراحل، والحقيقه احنا شايفين ان ده انجاز كبير جدا. لازم المجلس يتابع اختصاص الصندوق وتفعيلها بالفعل. ولو عايز حضرتك تعرف بقى ايه الخدمات اللي طبعا ممكن يتلقاها الاشخاص ذوي الاعاقه من هذا الصندوق، فاقول لحضرتك كده سريعا. هو الصندوق بيمول بناء وتشغيل مستشفيات ووحدات مراكز الرعايه الصحيه للاشخاص ذوي الاعاقه. كمان هو بيمول برامج التاهيل للاشخاص ذوي الاعاقه للتكيف ويندمجوا في المجتمع، وبيوفر ليهم برامج للتدريب المهني. كمان هو يعني مهم جدا اللي انا عايزه اقوله، ان هو بيغطي التكاليف التقارير الطبيه اللازمه عشان اصلا تصدر البطاقه الخدمات المتكامله للحصول على الخدمات دي والحصول على حقوقه والقانون بتاعه. كمان الصندوق لازم يعني نقول ان هو بيدي فرصه للاشخاص ذوي الاعاقه في الحق في العمل بشكل تفعيلي، لانه هو بيعمل يعني بيساعدهم على توفير الفرص العمل مع الجهات المختلفه. والجزء المهم جدا ان هو بيدعم مشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي ليها مردود طبعا اقتصادي. لازم نعرف ان الاشخاص ذوي الاعاقه هم يعني من الاصل مش بس ان هم بيتم دعمهم في حمايه اجتماعيه، ولكن ايضا هم ليهم دور كبير جدا في العمل وهم شركاء في الوطن. فيعني لازم نديهم الفرصه عشان يتمكنوا اقتصاديا ويتمكنوا من ان هم يساهموا في اقتصاد البلد، يعني هم شريك مهم جدا في التنميه. كمان الصندوق بيديهم قاعده، يعني بيوسع القاعده بتاعت ممارسه الانشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه، وده دور مهم جدا، لان الرياضه
ليها مردود إيجابي جدا على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب طبعا مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وبيعمل رعاية كبيرة للمتفوقين والموهوبين منهم. وده طبعا كان واضح جدا في كل احتفالية في القدرات والمهارات والمواهب بتاعة الأشخاص ذوي الإعاقة. كمان هو بيساعد على نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، فهو بينفذ البرامج أو الندوات والمؤتمرات اللي بتدعو لنشر الوعي المجتمعي. شايف أنه هو تحدي كبير جدا الحقيقة، لأن إحنا عندنا قوانين، ولكن إحنا لازم نعمل توعية للأشخاص نفسهم اللي عندهم إعاقات دقة بحقوقهم، إلى جانب كمان نحن نعمل توعية للمجتمع علشان يحترم هذه الحقوق ويتوقف عن انتهاكها. هايل يعني بعض الاختصاصات، يعني أنا بشوف برضو أن الرئيس كمان أعلن، حضرتك عارف اللي هو المصنع لصناعة الأجهزة التعويضية، فالصندوق الحياة بيدعم هذا المصنع، وده طبعا يعني أنا بشوفه إنجاز كبير جدا. طب دكتور إيمان، أنا يعني بقدر ما أنا سعيد جدا بهذا الكلام، بقدر ما أنا عايز أنه تنورينا وتشرفينا في الاستوديو، ويمكن أبرز نقطتين أنا عايز أتكلم عليهم، مسألة مساعدة الصندوق لأهالينا دول علشان خاطر يحصل عملية تكيف واندماج مع المجتمع، دي أول أهم نقطة. والنقطة الثانية هي مسألة إزاي الصندوق بيقدر يساعد في أنهم يحصلوا في حقهم على العمل، بعيدا عن النسب اللي كانت بتتحط فيه قوانين قديمة وما كانش ليها فايدة الحقيقة، وكان بيتم التحايل عليها دائما وأبدا. مهم جدا زي ما قلتي أنه نؤكد أنه كل أهالينا من القادرين باختلاف، هم وأبنائنا وأصدقائنا وإخواتنا وأخواتنا، هم جزء لا يتجزأ من اقتصاد هذا الوطن، وقادرين دائما على العطاء. فلازم تنورينا وتشرفينا قريب جدا 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 في هذا البرنامج وفي هذا الاستوديو. كل الشكر ليك دكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو ما بين قوسين قادرون باختلاف.